فضيلة القاري الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة الغربية، ندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا شكرا يا حسين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه صدق الله العظيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نور يا شيخ أولئك هم الراشدون
يرشدون فضلا من الله ونعمة. الله يسلمك. معك اهو الى مطلع الفجر. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. أي خدمة؟ نعم. ما يزيد حركة معك. جميعا يا رب. بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان
يصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء كن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه قادر. مش معقول بلاش الجمال يا عم ابراهيم. الله يبارك لك يا سيدي. والسماء والطارق. حاضر. أنا مش على حاضر. وما أدراك ما الطارق.
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول وش والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
كان ما لم يعلم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم. بالقلم علم. بالقلم علم. بالقلم علم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وقراءة القرآن. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تتميم روح كريم
صعدت الى رب كريم فقد وهبنا ثواب ما قرعناه ونور ما تلوناه ليكون للمتوفى نورا له في قبره. اللهم اجله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل القبر عليه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم شفع فيه الصيام وشفع فيه الصلاة وشفع فيه القرآن وشفع فيه كل من وقف بعرفات يا رب العالمين، وشفع فيه نبيك المصطفى خير الأنام. جلسنا خاشعين منصتين لكتاب الله، تلا علينا عليكم علم من أعلام القراء والقراءات، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة الغربية.